تكست فورماتنج، تهيئة النصوص بال HTML. عندي كمان هون بال تكست فورماتنج، شوف هذا النص مثلا بولت، هذا النص ايتاليك مائل، هذا تحت سب سكريبت وهون سوبر سكريبت. شوف عندي هذا الأمثلة، بالدرس السابق تكلمنا عن الخصائص أو التنسيقات تبع الخصائص الـ HTML. أيضا بالـ HTML بتعرف لي عناصر خاصة لتعرف لي النص مع معنى خاص. بالـ HTML بتستخدم لي عناصر مثل البي والآي لتهيئة مخرجات النص، يعني البولد العريض والإيتاليك المائل، نص عريض ومائل. Formatting Elements تصمم لتعرض أنواع خاصة ومحددة من النصوص مثل البي مثلا بولد تكست، سترونج امبورتنت تكست، الاي ايتاليك تكست، الاي ام امفاسايز تكست، المارك مارك تكست، سمول سمول تكست، والديل ديليت تكست نص محذوف يعني، والانس انسرت تكست، والسب سبسكريبت، والسب سوبر سكريبت. شوف عندي هذه الأمثلة، مثلا البي بيعطيني بولد بدون اي شيء اضافي، يعني هون مثلا شغل، خليني احذف لون الخلفية، ستايل تبع الخلفية مشان توضح الصورة اكثر. اذا هون اعطاني بولد تكست، كمان السترونج بيعطيني مع سيمانتيك امبورت امبورتنت، هون لو قلت له شغل السترونج بنلاحظ انه اعطاني اياه. كمان عندي الاي بيعطيني مائل، والاي ام ايضا نفس العملية. اعطاني نص مائل، وكمان الاي ام امفاسايز التكست بدون اي سيمانتيك اضافية، يعني هون مثلا فعلا امفصال زد. كمان عندي هون المتصفحات بتدعم او بتعرض السترونج كأنه بولت، والاي ام كأنه اي او مائل. ايضا هناك اختلاف بالمعنى بين هاي التاجات، يعني البي والاي بتعرف لي بولد وايتاليك، لكن السترونج والاي ام بتعرف لي انه النص مهم. اضافة لذلك السمول مثلا سمول اليمنت، شوف هذا المثال سمول بتعرف لي نص اصغر، يعني هون مثلا حطينا الهيدر مع نص اصغر سمول، مع انه بنفس الهيدر بس شو عمل لي اياه سمولر. لو قلت له كمان سمول نفس العملية سمول، راح نلاحظ انه شو صغر لي اياه كمان درجة. اذا هون مشان توضح الفكرة اكثر، سمول جوانيت سمول، ملاحظ انه هون كمان صغر لي اياه درجة. كمان عندي ال HTML mark يلي هو بيعرف لي ماركت او هايلايت التكست. شوف هذا المثال قلنا له شغل، اذا حط لي اياه مع يعني مضوى. كمان عندي الديل element اللي هو المحذوف، deleted او removed text شغل، فعلا هون حط لي النص اللي محذوف. كمان عندي الانس
اللي هي بتعرف لي inserted أو added text، نص مضاف، هون بنلاحظ انه هذا النص مضاف. كمان عندي sub element يعني نص underscore او under. كمان عندي اللي هو هذا النص. كمان عندي السوبر اللي هو بيعرض لي نص علوي اللي هو هذا المثال. فعلا عرض لي سوبر سكريبت. في عندي تاجات، اذا تكلمنا البي بعرف لي بولد، الاي ام امفاسايزد، الاي ايتاليك، السمول نص اصغر، السترونج امبورتنت تكست، سب سبسكريبتد، والسب سوبر سكريبتد، والانس انسرتد، والدل ديليتد، والمارك ماركت او هايلايتد. نهاية تهيئة النصوص بالـ HTML.